بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القسم السابع التمييز، وهو اسم نكرة تذكر بعد مقدار أو عدد أو كيل أو وزن أو مساحة. لبرد نسخيات وعدد نسلاو من كيل أو وزن أو مساحة أو غير ذلك مما فيه إبهام ليرفع ذلك الإبهام. لقل ويا كتميز بحثك زوتولاني هي لتشن خطاء أم مطلبي بويمة ياخو العسر كردو طوا أفرمي تميز اسمي نكيرة اسمي كنكيرة بلا أبدا تميز نايوشي زور النكتبة كاندا تميزي بيلن مميزي بيلن تفسيري بيغلن تبيني بيغلن مفسيري بيغلن أم ناوانيهم بيغلن. لهر حالة أما تعرف كيتي وبيا ناسا كيتي اسمي كي نكيريا لدواء أمشتاني خوارو ذكر ذكري مثلا مقدارك ذكر ذكري دواء اسم نكيريا كتميز ذكر ذكري أو لمثالة كانشا بيان ذكري عددك بيان ذكري باوكي من دواء عددك تميز ذكري كيليك يا وزن بيمانو تششانة بيوانو تششانة لدواء وانو تلبيت اسم تميز ذكر ذكري يا مساحة ذكر ذكري أمزة تميز ذكري بالويدا يا جاري ويا أمانة جنيو بلان شبيهة بمساحة مثلا شبيهة بمقدار أعوى تماشا ذكي تميز ذكري لدواء وديت جا أم تميز ذكري لدواء أمانة وديت يك فائده زور سركي وتابتي تي يعني قازان جقل قال خويا حال دغريو دي هنا بمن ايش كتشي اويا كل يرفع ذلك الابهام ابهامك بيداد به تولى بيان عددك لبيان مقدارك لبيانك لك لبيان وزنك لبيان مساحتك دا ابهامك دبيني ام تميز كاري اويا ام ابهام بو جناب الشدك لا دبات نهيالت بم اسم نكيري او كاري اكات مثال كان بترتيب عندي 20 رجلا عندي قفيزان برا عندي منوان سمنا عندي جريبان قطنا ما في السماء قدر راحة صحابا على التمرة مثلها زبدا. امانة ما شاركي طولي لا من بيسبيا وهي لبيشو طلع عندي 20 لا من بيزدانم للايا كتير بيزدانا اما ابهامك حاصل بو ايا بيس كراسة بيس بانتولا بيس قلمة بيس منا بيس كتابة ولاسا الزيهن بوها مش تكتير جد بلان كتير رجولا تواي اواني كتون درانو او بوتو معلوم بوك اوي كاللاي منا تندايا بيس بياوكا هيا يا لولا وقفيس قفيس بيواني قواويش لقديم دابوا لا من دو قفيس هيا يتر أمزاي شد الله تشعي بي ميوة بي قنم بي جو بي نسك بي ساور بي تشعي بي كتو زمان بو نوك بي بو خزار شد الزين دسيت أما كتو برن معين بو كأو دو قفيزتيا قنم ياكتد دو من ملايا من لقديم داخل كاريان بيكرو الله سلم عليه دو من ملايا من دي أم دو من دبيت شبيت بو همشتك زهن داتت بلا كاكتد سمنا بيان بو معلوم بو كوات شيا أوشتك للاي من نوايا خلاصة جريباني قطنا جريبي شتيك بوا وكبرا نورو التالي سيا أو شتيك آبوا قال الله باردو تيلي اسم لله عمزة دبي انبارت سبيت بحر تشتيك بارد زين الدسي اما كوتي قطنا يعني لوكا طاو تشتيكني يا ما في السماء قدر راحة صحابا لأسمان دا باندازي قد كيبا بجان رحب بريد الظلم باندازي بريد وجودينية كي وجودينية صحابة على التمرة مثلها زبدا
لسا خرماكي وكي خرماكا تشوراي ايت الزبدة دفعي او على او مثلها يا كاتان التي على تشوراي او تشوراي كلا خرماكا هي. وقد يكون من غير مقدار جاري وتميس ديت اما مقدار شي لغلطه نيه وكو عندي سوار ذهب انا مقدار نيه سوار يعني تي بعض بند وكو مقدار هو مقدار لا من بعض بند يا كيا ايت بعض بند يا كيا كنت الذهب الدفع دبت وهذا خاتم او انغوستيليا ديو انغوستيليا لهزار شد دروز دبت تحديدا تو كان كتير شو ندرى لما أنا مقدار جنة جا وفيه الخفض أكثر لم بشان دا كتميس لغير مقدار به زورت ركية ويا بمنزل وريدت يعني متميزك مضاف إليه واقع دبت وكو دلي خاتم حديدي وقد يقع التمييز بعد جملة ليرفع الإبهام عن نسبتها بري جار تميز لدوا جملة واقع دبت بووي دفع إبهام كان لنسبتي هاك بو جملة لسيطاني لو نسبتي كان لجملة كده هيا دي قد كما بجا تميز بصورة عمومي رفع إبهام دكا ودفع إبهام دكا دسي لدوشت باشا لدوشت يكيان لذات استي أما لولا وعشرون يو قفي زانتي أمانة دفع إبهام لذاتم لو ذاتيا أرزي جناب الدكم يا بلين بواتاج كبلين لمفردك كهيا دفع إبهام كدك بلان جاري وايا جمليك نسبتك تيدا يا بناي مسند مسند إليه أم نسبتك قنقي وإبهامي تيدا بتميزك دفعي أم إبهام وقنقيتيا أكي وكتاب زيد علما والله زيد باك ايت الزهن اما اسناد يقدر او اسنادي باك يقدر او زيد ككتد علما يعني علمك خاوينيه ككتد ابا باو كي كي ركوب يك ككتد خلقا يعني لا اخلاق ده فشت كان كتيا دس ندرو ام جمله لنسبتك تا ابهام هيا بتميزك دين سدك دفعي إبهام هذا كن فضل هر شو إنك كد إبهام وجودي بو إيه مدين إبهام ما بتشي دفع ده كن بتميز تعرف حاله يبغى كن زور بس بس مستثناء ومستثناء هم وين أخويني شو إنك جرانا ودم هواي وابي أخويني ك لكتب بعد يكان دا جاري وشاشة ما مدروزنا بموت إسنا توكي إسنا واقعا قرانا القسم الثامن المستثنى مستثنى وهو لفظ يذكر بعد إلا وأخواتها ليعلم أنه لا ينصب إليه ما ينصب إلى ما قبلها على مستثنى لفظك كالدواء إلا وهاو نوع كان إلا يعني أواني وكو إلا وان كأداة استثناء مستثناء أو كالدواء يشي لما نوتي الذكر كلابت كاركيتش يا بوي بزاندري نسبة نادر إليه بلو أو لفظه كمستثناء أو شتي كنسبة دراوة إلى ما قبل بلو ما قبل أو مستثناء على رزم نبي توضلي جاء القوم إلا زيدا نسبة دراوة كهاتنا بو قوم نسبة دراوة بلان بم إلا كالسر زيديا دين استثناء لك يعني او نسبتي هاتنا كبو قومك بو وزيد وجودي نيا كان استثناء او يعني دواء استثناءك او حكمك بو استثناءك هيا بدواء حرف استثناءك وجودي نيا يعني او بري لو كلهم ادبياتك شيء استثناء وجودي هيا هل تيجيش تبوك وهو على قسمين دوبشا متصل ولخت خارجه ومنقطع او منقطع مستثنى دوبشا بعم بمجوره يتشان مستثنى متصله مستثنى متصل شيء على مستثنى متصل وهو ما اخرج عن المتعدد بإلا واخواتها
يا متعددي أويك كراب يتدروا متعدد يعني زي عدد لشتيك خاون عدد به يعني عدد يكي مشخص عدد يكي زور به كم به فرق ناكا جولة يا لعدد يك لشتيك كوا متعدد كوا بيضا لم مستثنى منه لواقع هذا مستثنى منه كك زي عدد جولة يا بإلا بهاو نوع كان إلا وكجان القوم إلا زيدا إيسي ليه لدي قفلوا قوم أو متعدد كيا شوك قوم يعني خز مكان يتد سين شوارن دن بيسن مشخص نية باشا بم إلا زيد مانتيا كدوتا دلوا دي استي زيد هاد داخلي متعدد كيا كقومين يعني زيد لجنسي زيد وجنسي قوم تيا يك يكن أيوانيا بس جنسا كانت تغيرين بس بم نوع استثناء كمستثناء منه كمتعددي بيلا لقال مستثناء كاللي جنسي يقبون بيلا سي مستثناء متصل جو لي باب جان يعني اتصال بيني مستثناء ومستثناء منه دا تيا حيا يعني هدو كانت جنسي كا أو يقصى كا باشا باوكا زور باشا أو منقطع يا مستثناء منقطع دبي وهو المذكور تي بعد إلا غي بلوه المذكور بعد إلا غير مخرج عن المتعددين أويك الأدواء إلا وذكر كتابه وبلان لا متعددين إلا مستثنى خارج نبو بيت جو لي باب جان بولي عدم دخولي في المستثنى هو بولي خارج نبو بيت شونك داخلي أونيا أتو كاتي أفرادك فردك دكي تدرواني كداخلي أفرادك في شوبة وقت داخلي أوينيا ولا جنسي أوينيا شوني دكي تدرو خوبا ناك تدروا ويا باب جان وكو دلي جان خوم إلا حمارة هم مستثنى منقطعة بو شونك جنسي حمار وجنسي قوم يك جنس نين فاس بولو عيس نابي مستثنتي منقطع زور باش لدوايدا دفرمي وعلم أن إعراب المستثنى على أقسامي إعراب المستثنى شن باشا يعني مستثنى حرب منصوبين أفرد جاري ويا مستثنى منصوبة جاري ويا مرفوع دبي جاري ويا تلبيت مجرور دبي هر سحة عوطك إيه جوان جوا بقدر أما زور بردكاك فإن كان بعد إلا في كلام تام موجب كلام موجب وهو كل كلام لا يكون في أوله نفي ولا نهي ولا استفهام هر كلامك كلا أولك أن نفي ننهي نهي استفهام وجودي نبي أو بيضاً أم إزادي قدك جابت هو يخون عبارتك فإن كان بعد إلا في كلام تام موجب وهو كل كلام لا يكون في أوله نفي ولا نهي ولا استفهام نحو جاءني القوم إلا زيداً أو منقطعاً كما مرة أو متقدماً على المستثنى منه نحو ما جاءني إلا أخاك أحداً أو كان بعد خلا عدا وخلا عند الأكثر أو كان بعد ما خلا وما عدا وليس ولا يكون نحو جان القوم ما خلا زيدا كان منصوبا بس مستثنى لم تنصورة ذاك لم تن ختا فرموي مستثنى منصوبا أقد الله لدواء إلا أبو لكلامي تام أبو كلامي تام زين كامي أوك مستثنى كتبه مستثنى كهية مستثنى منه كتيا ذكر كلابي حذف نكلابد أو بيلا كلامي تام بس كلامي تام أويا كمستثنى من وكتي حذف نكلابد أفرين وموجبش بياني من في نبيت مصبت به يعني شي موجب ضل هر كلامك كلا أول كي وننا في بيت ننا هي بنا يستفهم به شو كبوانا ضل شي بوانا ضل غير موجب بيان ضل نفي حالي بابي له زرتك وكو جاين القوم الا زلن اي سوايا باب زاني نوايا بلا كلامك تامه بو چونك مستثنى منه كقوم ذكر كلا موجبشا بو چونك لم كلامتا نا اداتي نفي ني استفهام لنا هي وجوديا نيه يا منقطع بو كلا مستثناك وكو جزراء ها اسخن من كجان قوم الاحمر او كمنصوب دبي او دو او متقدم على مستثنى منه يا مستثنى بس مستثنى منه بيشكو تبي اوصي وكو ما جاءني الا اخاك احدا
يسي إلا أخاك مستصنايا أحدا تشيا مستصنا من هوكي إلا أخاك بيش كوتو بسريدا دي وقت بيش كوتو بسريدا لرجدا تشيا واجب مستصنا كما تبيت منصوب بيت أوصي يا لدوا علاو عداوبو أو تشوار يا لدوا خلاوبو أو بينش عند الأكثر لا يزور بي علماء چونك خلاو عدا فعلا فعل كانت يا مستتدى به اسمك يدو أخوانك مستثناء منصودة به لسم مفعول به مستثناش دبه يقول يا باب جن أو كان بعد ما خلاو ما عداو ليسو لا يكون يا لدوا ما نشو بو لدوا ما عداو ما خلاو بو أو دبيت تي باب جن أو دبيت مفعول لدوا ليسو بو دبيت خبري ليس لدوا لا يكونو بو دبيت خبري لا يكونو وكو جان القوم ما خلا زيدا يا جان القوم لا يكون زيدا يا جان القوم ليس زيدا ألم تن صورة أنا ذاك بونت بينشر صورة كانت منصوبا مستثنى حكمك أي أوي كواجب تبيت منصوب به بس لو أم صورة أنا دبل لدائرة زين دا وجوديا ببد أم تن صورة أنا واجب لزين دا ببد لهرش وين بمستثنى قيشتي لهر يك لم نوع أنا بتو مصنكي بتي دخبنيانه بمنصوب دخبنيانه. تيم قش بابي لا زور برش. وإن كان بعد إلا في كلام غير موجب والمستثنى منه مذكورا يجوز في الوجه. أجر مستثنى لدواء إلا أبو. بلام لكلام غير موجب داب. يعني شو لكلام غير موجب داب؟ يعني مستثنى منه كمان مذكورا. بلا منتهى كلامك كلامي موجب يعني مسبن يوما فيها يا نفي تدا يا ني تدا يا اسفامي تدا والمسلم منه مذكورا مسلم منه مذكور او كلامي تامك كلامك تام مسلم منه مذكورا بلا لولا و موجبني وبلك يا منفيه او يجوز فيه الوشاني دو صورتك يا دوستا النصب والبدل عما قبلها نصبي بيبدا النصب لا ستي لا سلوى كتي استثناء مستثناء مستثناء لدويلات يا منصوبه اي بدل فرف اي بدل بيددين بدل ما قبلك بها الين مستثنى منه كشي اعرابي كيبو او شي دبيت او اعرابي دبيت حالو كيمن مستثنى منه كشي اعرابي كيبو او شي اعرابي دبيت بلان ليردا استثناء نابي لمستثنى منه بل كنت دبي بدل دبي لمستثنى منه دي بدل اعرابي تدقري مبدل منه دقري وان شاء الله لم تبع هذه لتوابعات توابع يتشان بدلا همو توابع لإعرابي إعرابي بيش خوان نقدر تيم قيشتي آفرين وكو ما جاءني أحد إلا زيدا أما لساتي لسن نصفا أما كلامك كلامي تامة بو شونك أحد مسلم منه ذكر كلاه بلان كلامي موجبني غير موجب بو أهم أي نافي له وغيرتي ويا فهز دروس بخواني ما جاءني أحد إلا زيدا ودشتواني بخواني نوان ما جاءني أحد إلا تي إلا زيد إلا زيد ما جاءني أحد إلا زيد جلبوك من إتر أو كاتك واخوين دواني أو زيد بدل دبلتش لا أحد إعرابي تدقري مبدل منه كي تدقري أيوان يا أم صورتان كبدل بي قوي تلا لصورتي ولا أنك وانا سببت جاب دليل ويزور نخوش مو إيرش إدامي بربح سيكيا لقد درسي آين دا إن شاء الله ديخبني باش موكا